النية كانت ان احنا هنجيب المكرونة الصدف الكبيرة ونعمل الكلام ده خلطة، ونحشي المكرونة الصدف بيها وندخلها الفرن جراتان. لكن اللي حصل ان يعني ميس كوميونيكيشن او سوء تواصل يعني، او يعني بيقولوا عليه ايه، سوء فهم، خلى المشتريات يجيبوا لنا المكرونه الاصغر شويه اللي هي مش بتاعه الحشي، هي كبيره برضو بس مش بتاعه الحشي. فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل الكلام ده كله على بعضه هيلا بيلا، وبرضو هندخله الفرن، بس ما عدتش المكرونه الكبيره اللي هنمسكها واحده واحده نحشيها، يعني في مقاس اكبر منها في السوق للي عايز يحشي. واللي حصل معاه نفس الموقف ده، ما لقاش الكبيره، ما عرفش يجيبها، دي موجوده عنده، فهيستسهل هيعمل زي ما انا هعمل كده بالظبط. يلا خلطه، وهنقوم حاطين كل الكلام ده مع بعضه وندخله الفرن ياخد وش. فانا هحط ووك تسخن على النار عشان نعمل الخلطه بتاعتنا. اول مقادير عندنا كيس مكرونه صدف كبيره لو حشي، متوسطه لو هنعملها كلها على بعضيها، وفي جميع الحالات هي المكرونه مجوفه، فكده كده هي بتشيل الخلطه جواها حتى لو احنا ما حشيناهاش. عندنا ربع كيلو من الجمبري الصغير، هم للاسف جايبين لي جمبري وسط، انا ما كنتش اتمنى كده، حرام يعني، الاحسن ان انا اجيب الصغير خالص لان هي كده كده للحشو، فما تصرفوش وتروحوا تجيبوا الاكبر، هاتوا الاصغر هيكون مناسب اكتر للوصفه دي وسعره اقل. اتنين فلفل الوان مكعبات، وعندنا طبق مشروم مكعبات، المشروم اختياري فيها، ممكن يتم استبعاده بس هو بيكون اضافه جميله. معلقه كبيره من الثوم المفروم، كوبايه من كريمه الطهي، وممكن طبعا بديل كريمه الطهي، كوبايه من صلصه الطماطم، اي صلصه بتحبوها او عصير طماطم كمان ينفع، بس صلصه الطماطم الازايز دي بتبقى احلى حاجه. عندنا كمان مرقه، معلقه صغيره من الثوم الباودر، معلقه صغيره من البصل الباودر، معلقه صغيره من البابريكا، وملح وفلفل اسود، هنحط للوش جبنه موتزاريلا، وده اختياري تماما، ممكن نستبعده لو مش عايزين، مفيش مشكله ابدا. يلا هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد زبده، زبده السي فود يعني زبده، وجمبري بالذات الزبده بتوديه في حته تانيه خالص. يلا بينا مكعبين حلوين كده من الزبده على طول، هنحط من قبل ما يسخنوا، مش هنستناهم اصلا، هنحط معاهم الثوم. يلا نسيح الزبده دي مع الثوم، هتظبط لنا الطعم جدا جدا جدا. مش عايزه الثوم يغير لونه خالص، انا عايزاه بس ايه، يدبل. هاجي دلوقتي احط المشروم معاهم، انا بجهز كده مراحل من النكهات الجميله جدا اللي هيستقبلها اللي هتستقبل الجمبري تخليه طعمه فظيع. الحشوه دي جميله جدا جدا جدا. هنقلب، وانا هدي رشه صغيره من الملح، ورشه صغيره من الفلفل، ورشة صغيرة من جوزة الطيب. مش عايزة يا جماعة ألون المشروم، ولا عايزة أهريه ولا أي حاجة من الكلام ده خالص. سريع سريع كده هجيب الفلفل الألوان والفلفل الرومي، وهحطه دلوقتي على المشروم. ممكن طبعا على فكرة تحطوا بصل لو عايزين، مش هيقول لا خالص. هقلب كده كل الكلام الجميل العظمة ده مع بعضه، والحشوة دي يعني حلاوتها في انها ما تقعدش كتير على النار، فيبقى الفلفل اخد تقليبة ولكن مازال طعمه كده ايه، فريش. الجمبري اخد تشويحه، مازال لسه ما استواش قوي عشان لسه هيدخل الفرن. هاجي احط الجمبري دلوقتي، ومع الجمبري هنزل كل التوابل، واظبط بقى الملح والفلفل، توم باودر، بابريكا، بصل باودر. نظبط بقى الملح والفلفل، احنا كنا حاطين يا دوب رشه صغيره على قد بس شويه المشروم، رشه كمان من الفلفل، من الملح اسفه، ويعني فتفوته جوزة الطيب، فتفوته. هقلب كل حاجه مع بعضيها، وبحب بقى اجي في المرحله دي اقوم حاطه مكعب زبده كمان. انا كنت حاطه مكعب واحد في الاول او مكعبين بس كانوا صغيرين خالص،
فبحط دلوقتي ده بيدي بقى للحشوة طعم ملوش حل. هقلب وهسيب الكلام ده كله كده يحلو مع بعضه، ومجهزة معايا الصلصة والكريمة والمرقة اللي هنخفف بيها الصوص زي الفل قوي كده وعظمة. الطماطم وهحط لها شوية مرقة، مش هزود مرقة تاني غير لو احتجت. هقلب وهسيبهم يغلوا غلوة، ولما يغلوا غلوة هقوم منزلة الكريمة وكده تبقى جهزت الحشوة. طيب نمسح كده اللي احنا نقطناه ده، نقطت شوية صلصة بس فل، وعلى وشك اهي انها تغلي وتبقى جاهزة. انا سايبها براحتها، عايزة اجهز بقى طبق بايركس كده لطيف ظريف في كل حاجة. هحط في الطبق ده المكرونة، بصوا هي ايه ماسكة طبعا في بعضها، انا سايباها شايفين يدوب ربع سوا عشان انا عايزة ادخلها تستوي مع الصوص ده في الفرن. وزي ما قلتلكوا كده انا بفردها تحت، هي اوريدي كلها جيوب عشان هي صدفة، فالجيوب دي بتقوم شايلة الصوص جواها بالحشوة بتاعته بتخليه تحفة. هنا اللي حصل ايه؟ ان الصوص غلي، اقدر اجي دلوقتي واحط له الكريمه. اللي عايز يعمله كريمه بس مفيش مشكله، اللي عايز يعمله طماطم بس برضه مفيش مشكله، لكن هو صوص روزيه كده بصراحه يعني ده سر حلاوه الطبق ده. بس هنسيبه يغلي بقى، ولما يغلي هنقوم صبين الصوص على المكرونه تكمل سواها فيه وتدخل الفرن وتبقى احلى من الحصوص. غلي وبقى ريحته تحفه، شم فيه التوم وشم فيه الفلفل وشم كل حاجه ليها ريحه حلوه، واللون بتاعه بالظبط زي ما انا عايزاه، والخفيه بتاعته مناسبه جدا عشان تسوي المكرونه. نحط في الاعتبار ان المكرونه عايزه سائل تستوي فيه. هحط كل الكلام الجميل ده هنا، مش هسيب منه حاجه، وهاجي دلوقتي واوزع كده عشان اضمن ان كل مكرونايا بصوا بتشرب بقى، بتبقى عامله زي الكوبايه بتشيل الصوص جواها وبتشيل الحشوه جواها. لو الكبيره اللي هنحشيها بايدينا واحده واحده شغال برضو مش هتقول لا، وفي الاخر النتيجه بتبقى عظيمه. هنوزع كده ونطمن ان كل مكرونايا خدت حشوه وخدت صوص وخدت كل حاجه، وهاجي اغطي الوش بالجبنه. قبل ما اغطي الوش بالجبنه عايزه امسح اطراف الطبق عشان لما ادخله الفرن يطلع نضيف كده في التقديم، ما يبقاش مبهدل، مش حلو منظر الطبق اللي ايه كله صوص كده على الجناب ده يا جماعه. فمسحه صغيره، ما بنقولش يعني نمسحه تماما بس مسحه صغيره كده تنظيفه بسيطه تخلي الشكل بالتاكيد الطف. زي الفل. وهاخد الجبنه، الجبنه اختياريه، في ناس مش غاويه خالص جبن مع السي فود، بالمناسبه انا منهم، بس انا لما بعمل هنا في البرنامج ما بتبعش ذوقي انا بس، باخد ذوق الاغلبيه او باخد افكار متنوعه وبغير عشان نرضي الجميع، ولكن انا شخصيا مش من هواه الجبن على السي فود، ولكن هي للامانه يعني بتبقى حلوه في الوصفه دي بالتحديد. هاخد شويه كده من الجبنه احطهم بقى في النص اوزعهم، انا بحب احطهم في النص واسيب الطرف كده ايه باين، وهغرز بايدي كده كل المكرونه جوه الصوص، اي مكرونه طالعه هغرزها جوه الصوص، وهاجي دلوقتي ادخلها الفرن. ممكن ادخلها مكشوفه وممكن ادخلها متغطيه،
انا عماله افكر مكشوفه ولا متغطيه. هغطيها عشان اضمن ان المكرونه تشرب الصوص كويس، ومش عايزه الصوص ينشف. انا بصراحه والله هو تمام يا نور، مش محتاج بصراحه، كميه الصوص كافيه. كافيه قوي، مع البخار هتستوي وتبقى زي الفل. نور كانت بتقولي ما نزود شويه مرقه، بس هو المكرونه اصلا ربع سلق، وكده كده عندنا صوص كفايه، وكده كده غطينا كمان، فمش هيبقى فيه بخر، البخار هيبقى جوه الطبق هيسويه. نقفل نثبت. وعلى الفرن، فرني سخن درجه حراره 220 200، وهندخل المكرونه تكمل سواها، تشرب الصوص وتستوي وتبقى زي ايه رأيكم؟ اعتقد تحفة. حد بقى حابب الوش يبقى احمر هيدخلها الفرن تاني، المكرونة استوت وزي الفل. حد حابب ان هو ياكلها كده، ده بالنسبة لي احلى. ليه؟ علشان الجبنة بتبقى طرية وبتمط حلوة قوي، لكن لما بنسوي احيانا الجبنة بتنشف مننا، فافضل انها تتساب كده، بتبقى احلى كتير.